تعيشها لجمهورية مصر العربية، إنما بالستر والكتمان، لا بالتسقيف ولا بالتهليل، لأن شغل الرجال تحت المية، لأن نحن نقابل عدو شرس. ألا هم الإخوان المسلمين؟ ولا هم المسلمين ولا حاجة، عدو أذاقنا الأمرين في عامين. نحن بلدنا كشبه شبه إنها كانت تروح من مصر، كانت تروح مننا لولا أن ربنا كرم هذا الرجل المحترم الفريق عبد الفتاح السيسي وعقص مصر وأودى بها إلى بر الأمان. فنحن هنا لدعم الفريق عبد الفتاح السيسي، ندعمه بكل ما نملك. نحن نتحدث عن محافظة قنا بجميع طوائفها وبجميع ريالها وقبائلها، ونحن في الصعيد لست أحزاب ولست أفراد، إنما احنا قبائل عرب وهوارة وأشراف وجميع قبائل محافظة قنا وأقباط. نحن في محافظة قنا لست بأحزاب ولا بمفرقين ولا بمهلهلين، إنما نحن محافظات الصعيد عرب جهة.